هذه هي احدى الشياه النافقه بعد اصابتها بمرض غامض يعتقد انه الطاعون الفيروسي هنا في عزله الاعبوس وهي واحده من عزل مديريه حيفان التي شهدت نفوقا كبيرا للماشيه منذ اربعه اسابيع عقب تقديم احدى المنظمات نحو 500 معز كمساعده للمواطنين. امراض انتشرت في الماشيه على مستوى مديريه حيفان. لا نعرف ما هو السبب الا ان المنظمه وزعت ماشيه بمديرة حيفان وهي على يعني هي ممكن الاساس الذي استقلبت الامراض هذه الذي انتشرت بالمنطقه وقد نفقت اكثر من 220 راس الى حد امس اكثر من 220 راس ماشيه من بينها مواشي مملوكه للمواطنين سابقا نفقت بمرض يبدا ظهور اعراضه من خلال اصابه الحيوانات بافرازات يصاحبه سعال مع امتناع الشياه عن يعني الاكل سعال قذوة، قذوة يقثين 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 يكونين وبعدها ما يكونش حتى ما يكونش بدول لا ودش ولا لا علاقات لا من طار الباحة ارتفاع أعداد المواشي النافقة لأهل البديرية بات هاجسا مقلقا وحديثهم الشاغل تخوفا من فقدان بقية ما يمتلكون من المواشي التي يعتاشون منها في ظل انتشار عدوى الأمراض التي تفتك كل يوم بعدد منها خصوصا وأنهم لم يلمسوا أي تدخل أو بوادر لتعويضهم عما فقدوه حتى اللحظة الله مدري والله يقولوا زعموا يقولوا شن دولهم بعدين ذحين يقولوا شن دولهم شو خلفوا شن دولهم بياس لا لا ما فيش أنا عليك شن للهن لا شا اشتريهن شروة ما يندوش شكا شروة والله من البيطار شاليت وين بألف خمسمية سيد قراع وتنتري بعد الخسارة المدوية في أوساط الفلاحين المزارعين أصحاب الثروة الحيوانية الذين كانوا لم يملكوا الا هذا هذه الثروه الحيوانيه كراس مال لهم دون غيرها تعويض المتضررين من نفوق حيواناتهم اضافه الى وصول فرق بيطريه لمعالجه الثروه الحيوانيه الى المنطقه والحد من نفوقها مطلبان رئيسيان ينتظره اهالي المديريه هنا كما انها مطالب تقع على عاتق الحكومه والمنظمات المعنيه تلبيتها سريعا سامح عبد الوهاب قناه بلقيس